في كده احلام مش عايزه اقول كوابيس يعني، بس بتصحي مخلوعه منها، لان والعياذ بالله بنحلم بجن مثلا، بنحلم بشياطين. هل الواحد لو شاف شيطان او شاف جن ده يبقى له دلاله سيئه في حياته انه هيحصل حاجه؟ الحقيقة او انه ما ممكن يبقى مثلا محسود او مسحور؟ الحقيقه لا، انا بالنسبه لي تفسيراتي مختلفه. الجن له تفسيرات كتير، انا هديكي حاجه واحده هتستغربي منها جدا. الجن يعني حاله من الجنون او التوتر، واحيانا تقول لك انا عندي جن في بطني يعني حامل جنين. شوفي بقى، يعني بقول لك هديكي حاجه كده هتستغربيها يعني. فاحيانا كلمه جن مش جن اللي هو الجن السحر، لا، يعني حاله من التوتر، حاله من الجنان اللي حاصله في الحياه ما لهاش دعوه بالجن بذات نفسه. اوكي، لان العقل وانت نايمه بيشتغل على حاجات زي يعني بياخد حرف او بياخد كلمه بس هو بيشكلها، بياخد كم حرف. سبحان الله، يعني ده علم تاني على فكره، سبحان الله، مش هدخل فيه دلوقتي. لكن هو العقل بيعمل تطابق وتجانس للكلمه وبيوديها في حته تانية. فالجن لا، ولا السحر، السحر برضو حاله من التوتر. فأنا بالنسبة لي الرؤية ليها دلالات أخرى غير اللي الناس بتفتكرها. أما بالنسبة أنك أنت مثلا تقومي عندك كركبة في الحلم وشيطان ومش شيطان، فده دلالة على أمر سيء. ممكن عندك الصحة فيها مشكلة، وممكن فعلا أنت متوترة لأن في أمور حواليك بتحصل مش مريحاكي. تمام. بس طبعا حسب الرمز موديكي فين وجايبك منين بنقدر نفهم أكتر. يعني كل حالة مختصة بنفسها، يعني ما أقدرش أقولك بشكل عام الجن، لان لا. ممكن دلالاتها عندي، ولو اتحكى لك مثلا حلم فيه دلالات معينه انت تجمعي الرموز دي. ده انا رمز واحد بيغير لي تفسير كله، رمز واحد بيبقى موجود وداني حته تانية خالص، وده اللي الناس للاسف بتستهين بيه.